اتصال هاتفي اخر. الو صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. لاباس عليك. مرحبا. الله يخطيك لالا. الله يبارك فيك لالا. نعم. عندي واحد طاجين ديال المقفول كيجي زوين. نعم. طاجين؟ طاجين المقفول. طاجين المقفول. كيقولوا المقفول. عندنا لالا واحد على حسب الايمان. خليك في المكان فين كنتي في الاول، انا ما بقيتش كنسمع لك مزيان. دابا مزيان؟ دابا مزيان. نعم تفضلي. عند كيلو حتى الكيلو ونص اللحم. كيلو حتى الكيلو ونص اللحم. نعم لالا عائشة، المكان فين كنتي في الأول؟ ما كنسمعوكش مزيان. دابا مزيان؟ دابا مزيان. كيلو ونص حتى الكيلو ونص اللحم. نعم لالا عائشة كيتعذر عليا نسمعك للأسف. أي ماشي مشكل. دابا خليك في هذا المكان اللي كتكوني. اييه عندنا لا كيلو حتى الكيلو ديال اللحم. ديال اللحم. عندنا شويه مليحه حسب الذوق ديال هذا. شويه الملحه حسب الذوق. اييه عندنا لا شويه البزار. شويه البزار. كنديرو كنقليو الحينات مزيان حتى كيتقلاو لينا. كنديرو بصله، كنشلو بصله. نعم بصله. احنا شلونا الحينات مزيان، كنشدو على بصله دغور دغور. وكنشدو على الملح مصطادو وضو ما فيش دوائر تاهي. وما فيش دوائر. كنغطيو داك الحم كله بدوك ما فيش البصلة. وكنديرو فوق منهم واحد شوية ديال سنيدة. وشوية القرفة. شوية سنيدة وشوية القرفة. شوية سنيدة وشوية القرفة. وشوية سكين شبير. وشوية سكين شبير. صافي تناخدو داك التفصيل ديال القصير اللي عندها العيال تبارك الله كلهم كيعرفو داك. اييه كلشي تيعرف هذاك التفصيل. هي المعلومة. ما كاينش واحد ما عندوش في الدار. اييه صافي كنحطو فيها لالا الطاجين وعاد العجوج عويدات القرفه. كنحطو فيها لالا مع كنخوضو شويه الطحين وكنسدو به كاع ذاك الجناب ديال الطاجين. صافي كنشدو واحد شويه الفخر من المجبر كنديروه من الفوق. نعم. صافي كنخليه يطيب على خاطرو وعلى عافيه مهيله من الفخر الفوق مهيله ومن الفوق مهيله حتى كطيب حتى كتولي بحال مقربعه تجي بحال الطنجيه. بحال الطنجيه. صافي ملي كيطيب كنحلو كنلقاوه مشرب مزيان. الله يعطيك الصحة لالا عائشة. تبارك الله عليك وشكرا على الوصفات. الله يبارك فيك وتحية الناس ديال دار البيضاء.